نعم. الشيخ رجل مسافر وهو صائم في رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى الأذان وأذان المغرب ثم أفطر. يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر. الصوم في الواقع نية، نية وفرق، فإذا قطع هذه النية انقطع الصوم. أما لو قال إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم أجد الماء، فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يوجد الشيء، فيبقى على نيته الأولى. أما لو قطع النية خلاص نوى الفطر ثم لم يجد شيئا يأكل أو يشرب ثم عاد فاستمر، فإن صومه ذلك اليوم لا صح، وعليه أن يقضي يوما بدله. نعم. شيخ كيف نرد على من يقول أن نفس السؤال؟ نعم. كيف نرد على من يقول أن لم يقل أحد من العلماء أن النية من المفطرات؟ كيف؟ نقول للذي قال هذا، نعم، نقول للذي قال هذا إنه لا يعرف عن كتب أهل العلم شيئا. كتب أهل العلم في الفقه المختصرات في زاد المستقنع يقول ومن نوى الإفطار أفطر، وش هذا؟ وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم، أحذركم منهم إذا قالوا لم نعلم قائلا بذلك أو لم أحد قال بذلك، لأنهم قد يكونون صادقين، لأنهم ما يعرفون أهل العلم ولا طالعوها ولا يعرفوا عنها شيء. فلذلك هذا الذي تقول لا لم نقل أحدا بذلك، مع أنه في مختصرات الفقه من نوى الإفطار أفطر. ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب العلم أهل العلم، لو فرض، أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات؟ أجب، لا تقول لا، قل بلى قال ذلك. طيب إذا كان يقول إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل نوى الإفطار، هل يفطر بناء على هذا الحديث؟ يفطر، معلوم؟ طيب.